ورا ورا ابتعد كل واحد يتمسافه. شباب احنا ان شاء الله ماكو شيء، بس الاجراءات يعني عدم الملامسه، التجمعات احنا كشرطه مجتمعيه نهيب بيكم، وانتم كلكم واعيين وتعرفون هاي الحاله، ان شاء الله تعدي على خير. اي تجمعات ولا ملامسه بابا اي شيء، اتصال بينا على 497 احنا الشرطه المجتمعيه، هذا الخط المجاني، تقولون هيك حاله حتى نورين دائره الهجره. بعض السلات الغذائيه حسب ما قال الاستاذ خالد تكفيكم 15 يوم، وان شاء الله ويا منظمه التعزيز ايضا وتجيكم السلات ان شاء الله، وما بيكم الا الخير ان شاء الله. شكرا.